اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات فن الاتيكيت لحياتنا المعاصرة مع حنان عواد. النهاردة عايزة اكلمكم عن فن التجهيز للعزايم، وازاي ان احنا نعمل عزومة او دعوة ومائدة لناس مقربين. نوع العزومة اللي هتكلم عنه المرة دي هو العزومة الفورمال شوية، الرسمية شوية، يعني مثلا مش مع أصحاب مقربين أو قرايب أو ناس في محيط العيلة، علاقتنا بيننا وبينهم مش رسمية، لا أكتر، يعني أعلى درجة أو اتنين أو تلاتة من إنها تكون رسمية. علشان كده لازم نفكر كويس قوي ونخطط كويس قوي لهذا النوع من العزايم. تعالوا نشوف ايه الخطوات وايه المعايير والامور اللي لازم نفكر فيها ونجهزها قبل ما نعمل العزومة. اول نقطة تتعلق بالضيوف، هنعزم مين؟ وده مهم قوي قوي قوي، وفي معايير كتيرة تحت النقطة دي. اول حاجة، مين هم الضيوف اللي احنا عايزين نعزمهم؟ وبمناسبة ايه الهدف من العزومة دي؟ هل الهدف هو التواصل معاهم وان احنا نزود علاقتنا بيهم ونقوي علاقتنا بيهم؟ هل الهدف ان احنا يعني نقضي وقت لطيف مع بعض ويبقى مجرد ان هو تجمع اجتماعي لطيف؟ هل الناس دول في بيننا وبينهم بيزنس مثلا؟ هل في بيننا وبينهم علاقة معينة ممكن تزيد؟ يعني مثلا احنا اصحاب بس ممكن العلاقة تزيد ان احنا نبقى نسايب او نتجوز من بعض او الكلام ده. فمهم قوي ان احنا نحدد الهدف من العزومة دي ونحدد مين اللي هنعزمهم. ولما نيجي نفكر في مين اللي هنعزمهم، في اكتر برضو من حاجة، عددهم. يا ترى الناس اللي انا عايزة اعزمهم اسرة واحدة ولا اسرتين ولا مجموعة من الاصدقاء، ممكن يكونوا ما يقربوش لبعض، او مجموعة من المعارف برضو ما يقربوش لبعض، يا ترى عددهم كام؟ والعدد ده هيفرق قوي 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 في ترتيب القعدة، ودي خطوة مهمة جدا جدا خاصة في العزايم الرسمية، لان العزومات الرسمية بتحتاج على الاقل مكانين مهمين جدا جدا. اول حاجة طبعا ترابيزة السفرة، وان كل شخص من الاشخاص المعزومين اضافة الى اهل البيت يكون له كرسي على ترابيزة السفرة. فانا مثلا لو ترابيزة السفرة بتاعتي 6 كراسي، ما اقدرش اعزم اكتر من 4، مع وضع في الاعتبار ان مثلا اولادي ساعة الاكل مش هيكونوا حاضرين المائدة دي، او مثلا ان انا ممكن اعمل قعدتين، قعدة عند ترابيزة السفرة اللي هم الضيوف الاكبر سنا معايا انا وجوزي، وقعدة للصغيرين شوية او للشباب في ركن او في ترابيزة تانية او على البريكفاست بار. فمهم جدا ان احنا نفكر في عدد الناس المدعوة وحيقعدوا ازاي. القعدة الاولانية عند ترابيزة السفرة زي ما اتكلمت، لكن القعدة التانية هي بعد الاكل وقبل الاكل. قبل ما هنجهز السفرة ونقول لهم تعالوا اتفضلوا السفرة جاهزة، هيبقى في فترة من ان احنا نقعد مع بعض نتكلم شوية، حتى ولو مجرد ربع ساعة برضو هنحتاج المكان ده عشان نقعد فيه. وبعد ما نخلص الاكل مش هنقول لهم بقى يلا باي باي روفوار مع السلامة، لا، لازم هيبقى في قعدة برضو تانية، ممكن نقعد في نفس المكان. في بيوت عندها صالون رسمي للضيوف، في بيوت تانية عندها قاعدة واحدة هي اللافينج روم او الريسبشن اللي الاسرة بتقعد فيه
زي برضو لما بنستقبل الضيوف برضو بنستقبلهم في هذا المكان. ويمكن البيوت المبنية حديثا بتميل شوية ان يكون فيها مكان مفتوح اكتر، مفيش بقى الاوض بتاعت زمان المقفولة، واوضه الصالون اللي ما بتتفتحش غير لما بيجي لنا ضيوف من حين لمين. فمهم جدا ان احنا نعرف عدد الاشخاص اللي احنا هندعوهم، وناخد في الاعتبار مين الكبير مين الصغير، وكمان لازم نحسب عدد افراد الاسره كمان اللي هيكونوا موجودين في العزومه دي. النقطة التانية بقى أو النوعية التانية من الاعتبارات مهمة جدا جدا، لو هنعزم أسرتين أو مجموعة مختلفة من الأصحاب أو الضيوف، مدى توافق الأشخاص دول مع بعض. الهدف الأسمى من أي تجمع هو إن احنا نقضي وقت لطيف مع بعض، لا عايزين نقضيه في خناقة ولا عايزين نقضيه في نقار ولا عايزين نقضيه في مناقشات محتدمة عشان فلان بيشجع اليمين وفلان بيشجع الشمال. فمهم جدا جدا ان احنا نفكر في مدى توافق الضيوف اللي احنا عازمينهم، ولو حسينا ان والله فلان مع فلان ممكن يبقى فيه مشكلة لكن برضو عايزين نعزمهم مع بعض في نفس الوقت، يبقى لازم اجهز نفسي سواء انا او زوجي او زوجتي او اولادي ان احنا نكون المسيطرين على الحوار، وان احنا ندير دفة الحوار بحيث ان ما يحصلش كلاشات وخناقات والكلام ده. فنكون مجهزين كده في دماغنا بعض الموضوعات اللي ممكن نتكلم فيها اللي تلطف الجو شوية، وان لو في شخصين او اكتر ليهم انتماءات سياسية مختلفة او ليهم اراء مختلفة يعني يتحط في الاعتبار كيف سندير دفة الحوار بحيث ان ما تتحولش لخناقة. فده مهم قوي، عدد الضيوف، الهدف من العزومة، وتالت حاجة مدى توافق الضيوف دول مع بعض. الخطوة اللي بعد كده هو الدعوة، ازاي هندعوهم للعزومة دي. انا شخصيا بفضل ان الدعوة تكون قبلها بوقت كافي، وده فايدة للناحيتين، المضيف والضيف. انا كمضيف لما اجهز نفسي قبلها باسبوعين او ثلاثة او حتى شهر هعرف ارتب اموري، هعرف افكر كويس، هعرف اخطط كويس، هعرف اضبط الدعوة والعزومة وتهيأ للدعوة دي. للضيف كمان لما يعرف قبلها بأسبوعين، أديكوا عرفتوا أقل حاجة أسبوعين، ما ينفعش نتصل بناس خاصة لو إحنا درجة القرب بيننا وبينهم مش قوية قوي ونقول لهم والله إحنا عازمينكم بكرة على العشاء، ما ينفعش، لازم أسبوعين، ويعني لو عثرنا الدعوة خالص يبقى على الأقل قبلها بأسبوع علشان الضيوف يجهزوا نفسهم ويشوفوا إذا كان في ترتيبات معينة في حياتهم محتاجين إن هم يعني ياخدوا بالهم منها قبل ما يلبوا الدعوة. مهم جدا كمان إن الدعوة تكون عن طريق وسيلة اتصال متأكدين إنها هتوصل للضيف. فمثلا ما بعتلوش ايميل وهو انا مش متأكد او انا مش متأكدة اذا كانوا بيفتحوا الايميلات بتاعتهم بصورة دورية وهيشوفوا الايميل بتاعي ولا لا، او ابعتلهم مثلا على الواتساب وانا عارفة ان هما بيفتحوش الواتساب او مش متأكدة انهم بيفتحوا الواتساب مثلا.
الأحسن طبعا إن الدعوة زمان كانت الدعوة بتتبعت على كارت، ويعني على قرطاسية العيلة، قرطاسية يعني ورق الجوابات والظروف وكل الحاجات دي، بتبقى كل عيلة عاملة لنفسها الاستشانري بتاعتها فيها اسم العيلة أو فيها الحروف الأولانية من العيلة، ودي اللي بيستخدموها في المراسلات وفي الدعوات وفي الزيارات وفي كل الأمور الاجتماعية دي. طبعا دلوقتي المواضيع بقت أسهل بالتليفون، ممكن بمسج على السيلفون تكست، ممكن على الفيسبوك، على الماسنجر، على الانستجرام، على كل اللي هي قنوات الاتصال المتاحة لينا. فعلى الأقل نختار قناتين من قنوات الاتصال، يعني مثلا هنبعت مسج تكست وكمان تليفون. ليه بقى؟ أنا ليه أفضل إن يكون في قناتين من الاتصال؟ عشان نضمن إن المعلومة واصلة صح. أنا ممكن أكلم مثلا عيلة صديقة ونقول لهم والله هتشرفونا مثلا يوم الخميس اللي بعد الجاي في الميعاد الفلاني. صديقتي اتكلمت معايا، قفلت التليفون، ايه ده؟ يوم الخميس امتى؟ الخميس ده ولا الخميس اللي بعده؟ ممكن يحصل لبس في التواريخ. لكن لما ابعت مسج واقول تشرفونا ان شاء الله يوم الخميس بتاريخ كذا من الساعة كذا على العشاء مثلا او على شاي خفيف، كده الدعوة كده بقت مكتملة وبقت مكتوبة، وبقى في مرجع للاصدقاء او للضيوف دول، يا ترى هم عزمونا انهي خميس، يفتحوا المسج ويشوفوا التاريخ ويتأكدوا من البيانات المظبوطة للدعوة، عشان ما يجوش في يوم مختلف او يجوا في وقت مختلف، او يجوا عاملين حسابهم مثلا ان احنا هنتغدى والدعوة اساسا لمجرد ان احنا هنشرب شاي مع بعض. فمهم جدا ان احنا نبعت الدعوة قبلها بفترة كافية، نبعت الدعوة عن طريق على الأقل قناتين من قنوات الاتصال. الحاجة التانية كمان ان احنا نتأكد من قبول أصدقائنا دول او المدعوين دول للدعوة. في احيان كتير مثلا تجيني دعوة ابقى ما اقدرش اقرر، لان الدعوة مثلا لي انا وجوزي وانا مش عارفة الجدول بتاعه، فلازم ارجع له واقول له والله اليوم الفلاني ده يناسبك ولا ما يناسبكش. ودي يعني دي من 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 اساسيات التعامل. فما نزعلش لو اسره قالت لا والله احنا مش هنقدر نيجي عشان جوزي مرتبط بحاجه، او عشان مراتي عندها حاجه، او عشان الولاد عندهم ارتباط معين، لان الامور دي مفروض ان احنا بنعملها يعني لزياده العلاقه الاجتماعيه، ما تبقاش بقى سبب بقى في الزعل والمضايقه. وده سبب تاني من اسباب ان احنا نبعت الدعوة قبلها بوقت كافي، عشان لو اللي احنا بندعوهم قالوا لنا ان احنا والله مرتبطين وما نقدرش نيجي في اليوم ده، بدل ما نلغي العزومة خالص ممكن نفكر في اصدقاء اخرين ندعوهم، بس بقى ما نجيش نقول لهم والله تعالوا بكرة، ده معناه ان كان في ناس جاية لكم وقالوا في اخر لحظة احنا مش جايين ففكرتوا فينا وخلاص. فمهم جدا ان احنا ناخد في الاعتبار المعايير دي واحنا بندعو ضيوفنا على العزومة. الخطوة اللي بعد كده هو تجهيز المكان، وتجهيز المكان فيه اكتر من حاجة. هو بيتنا، لكن ان احنا نعيش فيه ده شيء، وان احنا نخليه مهيئ لاستقبال الضيوف ده شيء اخر. نتخيل نفسنا كده الضيف هو داخل من الباب لغاية المكان اللي هيقعد فيه، هيشوف ايه في طريقه، هيقعد فين، طب لو حب يدخل التويلت يا ترى التواليت مستعد لاستقبال الضيف ولا لا، كل الامور دي ناخدها في الاعتبار. طبعا نظافة البيت ده امر مفروغ منه، انه لازم البيت يكون نظيف اقصى درجات النظافة اللي نقدر نعملها. الحاجة التانية كمان انه يكون خالي من الكراكيب،
اي اسطح مسطحة اعتقد انها بتبقى مكان لجمع الكراكيب. فاحنا قاعدين حياتنا العادية، هحط ده هنا، هحط الكتاب ده هنا، هحط الشنطة دي هنا، خلاص النهاردة شلتهم، اليوم اللي بعده روقت ما روقتش مش مشكلة، لكن لما ييجوا الضيوف مفروض ان هم ييجوا يلاقوا المكان مهيأ لاستقبالهم، مش مكركب، مش شكله وحش، ريحته ريحة مهمة جدا جدا. هل يا ترى ممكن نعطر المكان وتبقى ريحته لطيفة وجميلة؟ درجة الحرارة كمان مهم جدا، احنا ممكن واحنا قاعدين لوحدنا تبقى درجة الحرارة عالية، درجة بنحب البرد شوية، ولكن لما يبقى في ضيوف لازم نختار درجة حرارة مناسبة للجميع. اعتقد ان درجة حرارة من 20 سوري من 16 ل 21 اعتقد انها بتكون درجة حرارة مناسبة، لكن لما يبقى في ضيوف ممكن شخص يكون بردان شوية او حران شوية، نكون برضو مجهزين نفسنا، والله لو درجة الحرارة دي مش مناسبة هل في مروحة، هل في تكييف ممكن نشغله او نعليه، هل في شباك ممكن يدخل هواء ممكن يتفتح، كل الامور دي لازم ناخدها في الاعتبار. السفرة كمان والمائدة يا ترى ترتيبها مناسب، يا ترى الناس تقدر تعدي، لان في بعض الاحيان بنبقى في حياتنا العادية زقين مثلا السفرة زنقينها في كورنر من الكورنرز على اساس ان احنا مش بنستخدمها كلها، انا شفتها في كذا بيت، يبقى نجهز بقى ونحرك السفرة دي من مكانها بحيث ان الضيوف يقدروا يتحركوا حوالين السفرة بسهولة ويدخلوا ويخرجوا. المسافة اللي ورا كرسي الضيف يا ترى مسافة مناسبة انه يدخل تتلائم مع حجمه، في ناس تخينة في ناس رفيعة، هل هيقدر يدخل يقعد على الكرسي بتاعه وهو مرتاح ولا هيبقى مزنوق ولا ايه بالظبط، كل الامور دي ناخدها في الاعتبار. الحاجة التانية كمان ان لو في اماكن احنا مش عايزين ضيوفنا يدخلوها زي مثلا اوض النوم، يبقى نتأكد ان الباب مقفول او ان في ستارة مدارية هذا المكان، علشان يعني برضو ما يحصلش يعني بعض المشاكل النفسية ان الضيف يبص وهو ممكن ما يكونش قاصد ونقول ايه ده بيبص، طب ما انتوا اللي فاتحين الباب. لكن احيانا لان بيوتنا بتبقى صغيرة مش كلنا عندنا بيوت كبيرة، بنضطر ان احنا نستخدم الاوض التانية زي اوض النوم، ناس عايزة تصلي او في الشتاء مثلا معاهم البلاطي بتاعتهم وعايزين ندخل البلاطي دي مثلا في اوضه النوم، يبقى ساعتها لازم كمان اوضه النوم تتروق واوضه النوم تكون مجهزه ان ممكن الضيف او الضيفه يدخلوا الاوضه دي بدون احنا ما نحرج، ما يبقاش فيه هدوم مرميه، ما يبقاش فيه كركبه. نفس الامر برضو للحمام، الحمام اللي هيستخدمه الضيوف يكون نظيف ومتلمع، يكون فيه صابون جديد سواء صابون ساير للايد او صابونة حقيقية تبقى جديدة ونظيفة. لو الحمام ده احنا بنستخدمه استخداماتنا الشخصية اشيل الحاجات بقى اللي هي الحاجات الشخصية دي، ما يبقاش مكركب، ابص كده للاسطح، واسهل حاجة ان احنا نجيب سلة او طبق كبير او حتى جردل او اي حاجة والم فيه كل الحاجات اللي متنطورة على الكاونترز دي واحطها في حتة مستخبية بحيث ان يبقى الحوض مفهوش اي حاجة غير اللي هيستخدمه الضيف وبس. الصابون ممكن يكون مثلا حاطة لوشن عشان بعد ما يغسلوا ايديهم، كريم او لوشن للايدين، يكون في مثلا بارفان واحد رجالي واحد حريمي لو حبوا يحطوا بارفان، الفوط تكون طبعا جديدة،
وتكون تتناسب مع المهمة. يعني ما احطش فوط كبيرة مثلا بتاعة الحمام اللي بنستحمى بيها دي، انا بحطها كل يوم لاستخدامنا العادي، لكن لما بيبقى فيه ضيوف بحط فوط الايدين الصغيرة اللي بيبقى شكلها ألطف وأحسن. كل الأمور دي لازم ناخدها في الاعتبار. نقطة كمان برضو من تجهيز المكان، هل هنسمح للضيوف انهم يدخلوا بالجزم بتاعتهم ولا هيسيبوها عند الباب؟ ونقطة مهمة قوي، ان لو يعني البوليسي بتاعت البيت ان الضيوف يسيبوا جزمهم عند الباب، يبقى على الأقل في مثلا سليبرز او شباشب او يعني اي حاجة ممكن يلبسوها عشان ما يمشوش حافيين. في ناس ما بتحبش ان هي تمشي حافية، ممكن كمان يكون عيب. انا شخصيا من الناس اللي ما عنديش البوليسي ان الناس تقلع جزمتها على الباب. في دواسة كبيرة يمسحوا جزمتهم في الدواسة ويدخلوا، مفيش مشكلة، وانا بنظف بعد كده. بحس ان هو عيب، وفعلا في الاتيكيت اللي هو الاوروبي بيحسوا ان ده عيب وما يصحش. لكن مثلا عند اليابانيين، عند الامريكان، في بعض البيوت العربية، ما في ناس ما بتحبش ان الضيوف يدخلوا بجزمهم. طبعا الضيف اذا سأل ده كويس، اذا ما سألش يبقى برضو نجهز نفسنا ان احنا نقوله بطريقة نايس ولطيفة ولبقة، ان لو سمحت ممكن تقلع الجزمة بتاعتك ونجيب له شبشب، شبشب بيت، شبشب بلاستيك بس شكله نظيف وحلو، ممكن تلبس دوا يعني وانت قاعد من غير الشوز بتاعك. دي برضو مهمة خالص. النقطة اللي بعد كده هو ان احنا لازم نكون مستعدين، ودي يمكن فكرتني في يعني بأكتر من مرة بيحصل بعض المشاكل، منها مثلا ان انا يعني اخلي اغلبية تجهيز الاكل ليوم العزومة نفسها، وفي هذا اليوم كنا كمان في رمضان وصايمين، والانبوبة البوتاجاز فضيت وكانت حوسة يعني فعلا، يعني كانت مشكلة جامدة جدا ان احنا نجيب انبوبة بوتاجاز تانية، وفي رمضان والجو حر وزحمة وزنقة والاكل مجهزش ومخلصش وهنعمل ايه. طبعا يعني في حلول على طول في ساعتها ان احنا ننزل نشتري اكل جاهز مثلا، ولكن ان احنا نفكر في هذه الاعتبارات بشكل مسبق بحيث ان احنا لا نفاجأ بمشاكل يوم العزومة نفسها. عشان كده نجيب ورقة وقلم ونكتب، ودي فايدة برضو ان تكون العزومة قبلها بفترة، يعني انا عارفة ان كمان اسبوعين او ثلاثة عندي العزومة دي، بحيث ان انا اخد وقتي في التجهيز واكتب كل اللي انا محتاجاه، عدد الافراد قد ايه، يا ترى عدد الاطباق اللي عندي كافي ولا لأ، انواع الاطباق اللي انا محتاجاها موجود ولا لا، ايه الاطعمة اللي هعملها، يا ترى المكونات بتاعتها موجودة ولا لا، هل في صنف انا اخترته بيحتاج اعداد قبلها بمدة طويلة، يبقى لازم استعد قبل العزومة دي مثلا اليوم اللي قبله ان انا اجهز الحاجات دي، يا ترى الحلويات هجيبها منين، انا اللي هعملها، هشتري ايه، هعمل ايه، كل الامور دي افكر فيها بحيث ان انا لا افاجأ في يوم العزومة ان في عندي مشكلة. برضو تحت بند الاستعداد، ان ما ينفعش الناس مثلا اللي احنا عازمينهم ييجوا الساعة 7 واكون انا لسه في الأوضة بجهز نفسي وبلبس وبحط الميك اب بتاعي والكلام ده. طبعا دي اخطاء انا شخصيا بعترف اني وقعت فيها، خاصة في يعني في بداية جوازي، ان طبعا مش عايزة اوسخ هدومي ومش عايزة هدومي تبقى ريحتها وحشة، فاقعد اطبخ يعني لغاية قبل ما يجي الضيوف، فلما هيجوا ابقى انا مش لابسة مش مستعدة ادخل البس وابقى مش قادرة يعني اجهز نفسي بالسرعة فيستنوني. ف
فيبقى حاجة مش لطيفة، خاصة لو في مثلا الأسرة زوج وزوجة، يعني في سيدة جاية فمحتاجة برضو تكون ست البيت أو سيدة القصر زي ما بحب أقول مستعدة في استقبالهم. تخيلوا كده لو ملكة بريطانيا عاملة عزومة رسمية وهي نفسها مش موجودة، دايما تلاقي ان الملك او الملكة واقفين في استقبال ضيوفهم من اول ما بيجوا الضيوف، مش بييجوا ويقعدوا وانا جوه في الاوضة بجهز نفسي. ويمكن دي برضو حصلت بس بالعكس، ان احنا نفسنا كنا ضيوف. طبعا انا ما سبتش ضيوفي يقعدوا كتير، بس حصلت كذا مره ان انا ما اكونش على اهبه الاستعداد وقت ما بيجوا على طول، فممكن يكون في دقيقتين كده ولا حاجه يقعدوا وبعدين انا اطلع بقى من اوضه النوم بعد ما اكون جهزت. لكن حصلت مره ان احنا كنا معزومين وللاسف للاسف قعدت فتره طويله في انتظار السيده اللي عزمانه، وطبعا كنت متضايقة وكنت محرجة جدا، فاحنا ما نحطش ضيوفنا في الإحساس ده خالص. النقطة اللي بعد كده هي عصير الضيافة، ودي يمكن عادة غربية ولكنها اعتقد انها عادة لطيفة جدا جدا، ودي يمكن حتى كمان بنشوفها في الاوتيلات لما يجي الضيوف او النزيل، لما بنروح اوتيل يا بيبعتوا لنا حاجة خفيفة على الاوض بتاعتنا، يا اما لو احنا مثلا جزء من جروب او من فوق بيستقبلونا بعصير كومبلمنتري، بتبقى لفتة ظريفة وبتبقى مهمة جدا، لان الضيف اللي جاي جاي برضو من مسافة، يعني ممكن يكونوا مثلا قضوا في الطريق ساعة او اتنين او احيانا اكتر عشان يجولنا، فهم جايين بقى عطشانين تعبانين محتاجين يرتاحوا شوية قبل بقى ما نقول لهم يلا وتعالوا هناكل والكلام ده. فمهم جدا جدا ان المكان اللي هنستقبلهم فيه الريسبشن او الصالون او الليفينج روم بتاعتنا يكون فيها على الاقل مية ساقعة، يكون فيها عصير خفيف، عصير ليمون، كركديه سائع، عصير تفاح مثلا متلج محطوط، ويكون في حاجات بسيطة ممكن يعني يتسلوا فيها على ما السفرة تجهز التجهيز الكامل. ودي عادة بتكون شوية مكسرات، نبتعد عن ان احنا نحط حلويات في الوقت ده، لكن شوية مكسرات خفيفة، شوية بريتسلز، شوية بسكوتات الحدقة، بتونسة ليه، الحاجات دي مع العصير او المية. وفي حاجة ظريفة قوي ان ممكن يكون دورة المية في التلج، وفي مثلا شريحة ليمون او يعني او ورقة نعناع، حاجة تدي المية طعم وريحة لطيفة كده، يعني ايه، بنخلي الضيف يبتدي يرتاح من عناء المشوار اللي هو جاي فيه، بدل ما يجي ويبقى قاعد ويقول لنا معلش شوية مية لو سمحت. لما نحط الحاجات دي قدامهم اعتقد ان دي لفتة لطيفة جدا جدا، ويعني هتدي احساس حلو وانطباع جميل عند الضيوف قبل حتى من يعني من نقول لهم تعالوا الاكل جاهز. نيجي بقى لموضوع هنطبخ ايه، هنقدم ايه، ايه الاصناف اللي هنقدمها. طبعا احنا في الكالتشر بتاعتنا كل ما تتملي السفرة بالاصناف كل كده ما نبقى مبسوطين، واللي بيحصل ان احنا بنقعد ايام نجهز للعزومة دي، طبعا التكلفة بتبقى كبيرة قوي قوي قوي، يعني بتبقى عبء على الاسر، واحنا مش عايزين حياتنا الاجتماعية تكون عبء علينا ماديا ونفسيا وجهد وطاقة والكلام ده كله. فانا هقول لكم على انواع الاطعمة المفروض تكون موجودة، وهتلاقوا ان هي شيء بسيط خالص خالص. اول حاجة هو العصير او المشروب اللي
يعني حيكون موجود. طبعا احنا دلوقتي بنستسهل انه بيكون في بيبسي، سيفن اب، اي نوع من انواع المياه الغازيه. ده برضو شيء كويس وشيء عادي. نفكر بقى ساعتها ان ايه الانواع، وهل ممكن يجي لنا مثلا ناس، ممكن في ناس مثلا ما بتحبش تشرب الحاجات دي، طب لو قالوا لنا لا شكرا مش عايزين، يبقى لازم يكون في بديل. ممكن يكون في مثلا عصير من نوع اخر، او ان احنا اسهل حاجة ان احنا نعمل شوية ليمون او شوية كركديه او شوية تمر هندي، الحاجات اللي هي سهل اعدادها وتبقى موجودة وتبقى طبيعية ظريفة. في بيبسي ماشي اوكي، أو ممكن يكون في مثلا بيبسي دايت او مياه غازية دايت للي ما بيحبش يشرب المياه الغازية العادية، او اللي ما يقدرش يشرب المياه الغازية العادية. لازم يكون برضو في المية، تبقى في المية ساقعة، يبقى في تلج، يبقى لو في مثلا التلاجة بتاعتنا بتعمل مية ساقعة خلاص كويس خير وبركة. فده اول يعني اول صنف في القائمة هي العصير او العصائر او المشروبات اللي هنقدمها. تاني حاجة، مدام احنا بقى بنتكلم على مائدة رسمية، يعني هنقعد على السفرة مش عاملين اوبن بوفيه، ودي حاجة هتكلم عنها في فيديو تاني، لكن انا النهاردة بتكلم على مائدة رسمية. يكون في شوربة، والشوربة ما نقيش بقى نوع من انواع الشوربات لو احنا هنقدم صنف واحد اللي فيها اختلاف شوية. يعني مثلا ما عملش مثلا شوربة مشروم، وممكن يكون في ناس ما بتحبش المشروم، او مثلا شوربة بروكلي او حاجة من الحاجات دي، ويكون في ضيوف ما بيحبوش الحاجات دي. اسلم اختيار بصراحة شوربة لسان العصفور او شوربة الخضار، مفيش اتنين بيختلفوا، ومفيش ضيوف كتير هيقولولنا لا ما بحبش لسان العصفور او لا ما بحبش شوربة الخضار. وتحضيرهم سهل قوي قوي قوي، ومش محتاجين ان احنا لما نيجي نغرف كمية كبيرة، يعني تقريبا لو عملنا نعمل نص كوباية لكل ضيف. يبقى ده الصنف التاني، اول حاجة كانت المشروبات، تاني حاجة الشوربة. الصنف الثالث هو المقبلات. يكون عندنا على الاقل نوعين من المقبلات، لكن برضو ما نزودش. المقبلات دي ممكن تكون سلطة، ممكن تكون مخلل، او ممكن يكون طبق خفيف. والمقبلات ليها نوعين، يا اما مقبلات ساخنة يا اما مقبلات باردة. يعني السلطة والمخلل مقبلات باردة، الحمص، سلطة الحمص، بابا غنوج، سلطة الطحينة، دي كلها حاجات باردة. الحاجات الساخنة ممكن تكون كبدة متقطعة، جمبري سوتيه، خضار سوتيه. فنفكر ان يكون عندنا نوعين من المقبلات. عادة انا بحب يكون في حاجة باردة مع حاجة ساخنة، ما بحبش ازود. يعني مثلا ممكن يكون في السلطة ويكون في صنف ساخن زي كبدة مثلا او خضار او جمبري، دول المقبلات. ممكن نحط المخلل، يعني مش هيخسر، لكن برضو ما نزودش، وبرضو ما نعتبرش المقبلات دي انها مش من الاصناف او كده، لانها ممكن بالعكس بيكون شكلها لطيف على السفرة، ودي كورس من الكورسز الاساسية في المائدة. كمان مع المقبلات يكون في الخبز او العيش، وبرده ما نكترش، وبرده يعني مثلا لو الرغيف ما نحطش العيش كده، يبقى الضيف هيقعد بقى يقطع الكلام ده، لكن انا شخصيا بحب اقطعه اربع ارباع، او لو الرغيف صغير شوية بقطعه بالنص ويبقى موجود. لو قدرت احط قدام كل ضيف طبق فيه العيش بتاعه ده كويس، ما قدرتش يبقى القاعدة كل اتنين في بينهم طبق من هذا الصنف،
اللي هو المقبلات، كل اتنين في بينهم مثلا طبق سلطة مشترك، في طبق من النوع الاخر من المقبلات مشترك، او في بينهم طبق صغير فيه عيش برضو مشترك ما بينهم. يبقى ده الصنف التاني اللي هو المقبلات باردة وساخنة مع عيش. نيجي بقى للأطباق الرئيسية، وبرضو ما نزودش، الأطباق الرئيسية عادة بتكون فيها بروتين وتكون يكون فيها مثلا لحمة، برضو ما نزودش عن طبقين، صنف مثلا لحوم وصنف فراخ. مش محتاجين نعمل اكتر من كده، ممكن مثلا نعمل كفتة مع فراخ متحمرة، ممكن نعمل لحمة باردة ولو ان دي ممكن انا اعتبرها من المقبلات، مع مثلا شيش طاووق. المهم ان احنا نختار نوعين يعني من الاطباق الرئيسية. الطبق الرئيسي يعني ممكن يكون معاه حاجة تانية مثلا رز او مكرونة، لكن مش اكتر من كده، ما نبقاش بقى عاملين 200 صنف ويعني لا في مكان على السفرة ولا في مكان في معدة الضيوف عشان ياكلوا كل الكلام ده، ويبقى عبء وارهاق على ميزانيتنا وعلى وقتنا وعلى مجهودنا كمان. نيجي لاخر حاجة بقى، الحلويات والمشروب الساخن. عادة المشروب الساخن بيبقى في الآخر، شاي أو قهوة أو الاثنين مع بعض، ممكن نعمل شاي ونختتم بقهوة أو العكس، أو ممكن في ناس ما بتحبش الشاي تشرب قهوة بدالة أو العكس، ويكون في معاها صنف حلويات. لو إحنا اللي هنعمل الحلويات مش محتاجين نعمل أكتر من صنف واحد، ممكن يكون كريم كراميل، ممكن يكون كيك، ممكن يكون أم علي، ممكن يكون أي حاجة. لو إحنا اللي هنعملها صنف واحد كافي جدا جدا، مش محتاجين نعمل أكتر من كده. لو هنشتريها الأحسن إن إحنا نشتري حاجة مشكلة، زي مثلا جاتو فبيبقى فيه أنواع مشكلة، أو حلويات شرقية برضو بيبقى فيه أصناف مشكلة هتسهل علينا. أعتقد هي دي أقصى الحاجات اللي إحنا محتاجين نعملها في العزومة، مش محتاجين نكتر قوي، مش محتاجين نزود الأصناف وعددها، الأهم إن إحنا نقدمها بشياكة وتبقى القعدة قعدة لطيفة. آخر نقطة هتكلم عنها هو إن أهم حاجة في الدعوة وفي العزايم إن إحنا نوزع اهتمامنا على كل اللي موجودين، وان احنا نهتم بالكل ونراعي ان احنا نتجاذب اطراف الحوار مع الكل ولا نقصر اهتمامنا على شخص اخر. اخر حاجة بقى فعلا قبل ما اختم الفيديو، هو ان احنا هنحاول على قد ما نقدر، طبعا ممكن في حاجات صغيرة تفلت، زي مثلا في مرة من المرات طلعت الفوط اللي هتتحط في الحمام وكل حاجة، ولكن نسيتها في أوضة النوم من غير ما أخدها، فالضيوف دخلوا الحمام ومكنش فيه فوطة واكتشفت ان الفوطة انا ما حطيتهاش. ممكن تحصل بعض الامور زي كده، ما طبعا يعني ما نقعدش بقى نلوم نفسنا ونحط نفسنا في حالة نفسية وحشة، ممكن الضيوف ما يكونوش خدوا بالهم اصلا من الموضوع دو. زي ما بقول لكم ان احنا نستقبل ضيوفنا باهتمام ونحسسهم ان احنا مبسوطين ان احنا شايفينهم، وبننساش المثل اللي عندنا اللي هو لقيني ولا تغديني، لا احنا هنستقبلهم استقبال لطيف، وكمان هنعملهم اكل، نعمل لهم اكل كويس، وتبقى القعدة قعدة لطيفة. اعتقد ان انا لميت حاجات كتير قوي في الفيديو دو لتحت موضوع اكبر وهو التجهيز للعزايم. طبعا في كلام كتير قوي قوي، وفي ناس بتاخد شهادات في ان هي ازاي تدير وتجهز الايفنتس دي، لكن احنا في بيوتنا مش محتاجين اكتر من اللي انا قلته. طبعا يعني كل بيت بيبقى له اسلوبه، فبرضو نحط لمستنا الشخصية، كل واحد او كل واحدة او كل اسرة بالشكل المناسب ليهم.
استنوني في حلقة تانية من حلقات فن الاتيكيت لحياتنا المعاصرة مع حنان عواد، عشان نتعلم ازاي نعيش حياتنا بشكل ارقى واحسن، وناخد من فنون الاتيكيت ما يتناسب مع حياتنا في وقتنا المعاصر ده. اشوفكم الفيديو الجاي.